انت مو كانك مطنشني؟ لا لا حبيبي، بس دقيقة عم ببعت ايميل، ثانية واحدة. مو مطنشني زيادة يعني؟ عفوا ما فهمت عليكي. انت بتنسى شو حكينا؟ عامل حالك نسيان ولا كأنه صار شيء. لحظة لحظة، أنا بشو وعدتك؟ السيارة الجديدة. أنا ما وعدتك اشتري لك سيارة جديدة. أها، هلا هيك صارت؟ طيب ذكريني. نحن مو قعدنا تصالحنا وقلت لي إنك رح تجيب لي كل شيء بتقدر عليه. إيه مزبوط، بس قلت لك إذا بقدر يعني. شو؟ شو شو شو؟ شو يا بعدي؟ يعني بفهم من حديثك إنه ما في سيارة جديدة؟ لا لا مو هيك القصة، طولي بالك. خلينا نحكي ونتفاهم بهدوء. لك شو بدي طول بالي واحكي بهدوء؟ شلون شلون؟ بس قل لي شلون؟ أمان شو بدك؟ في مجال طولي بالك شوي؟ غالب طريقنا نسد، طريقنا مسدود، خلص ما في شيء. لا 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 هذا الحكي مو صحيح، الله يرضى عليكي. اوعى تقرب، اوعى تقرب. حاضر خلص حاضر. لك عن جد انت حدا بلا كرامة؟ لك كم مرة قلت لك انه انتهى كل شيء بيناتنا، ما عم تفهم؟ يييي